باسم حنين سلام ممثل شركة الأخوين سوق الصاهرة على تسيير الحامة المدنية لقرية الجماعة القروية في زوان. وهاد الحامة كتميز بجدة منافع من جملتها تفتيت الحصى للكيلي ويأتون لها جميع الزوار من جميع أنحاء المغرب وكيلقاو واحد الراحة هنا بهذا الماء. كاين اللي كيريح هنا يومين ثلاث أيام أربع أيام سيمانة كيكريو وكي هذاك. وحنا في هذه الحامة اليوم رحنا فرحانين بالقدوم ديال السيد عامل صاحب الجلالة لإقليم بركان باش يعطينا واحد الدفعة أخرى للتسيير لهذه الحامة. بالنسبة للماء هنايا كي كيديروا يشريوه؟ بالنسبة للماء كاين تما قرار جبائي ديال الجماعة القروية ديال فزوان 30 فرنك لليتر درهم ونص 5 يطرو واللي بغى يشرب مجانا. وبالنسبة للدوشات كاين الرشاشات 10 دراهم والباسا اي البانيو 15 درهم موجودين حتى هما هنا راه إشارة الزبناء. وهذا الماء الناس كلشي اللي كيتوافدوا عليه وكيشربوا هذاك كيقولوا كيصلح مزيان المادة. ومن جملة العوائق اللي كان نوجدوها هنا هناك هنا هاد اصحاب الباعة كيخليوا الاوساخ وهذا هما اللي كيعطيو الشوها لهاد الحامة. وانعدام الامن ما كاينش هنا المخازنيه والجندرم شي بوست ديالهم حيت بعض المرات كيتوافدوا هنا شي سراقه اللي كيسرقوا الناس المسائل ديالهم. وحنا كنطلبوا من سعادة العمل وحنا فرحانين بالقدوم ديالو باش يعطي واحد الدفعه ويعطي التعليمات ديالو للناس باش يتوجد هنا الامن والنظافه.